أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة جاءت عارضة لما حصل من الناس في تهاونهم في الولاء والبراء، وترجو من فضيلتكم التوضيح تجاه هذا الأمر. يجب موالاة المؤمنين، يعني محبة المؤمنين ونصرة المؤمنين وعداوة الكافرين وبغضهم ومقاطعتهم في المحبة. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة كالبيع والشراء وتعلم الصناعة وغير ذلك من المصالح الدنيوية، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وكذلك مكافأتهم إذا عملوا للمسلمين عملا استفاد منه المسلمون، أو كفوا أذاهم عن المسلمين، لم يحصل منهم أذى على المسلمين، فإنهم يكافؤون. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا من باب المكافأة لا من باب المحبة، إنما هو من باب المكافأة على معروفهم الذي بذلوه، وليس هذا من المحبة، بل هذا من التعامل الدنيوي. هذا ما يجب نحو الكفار، معاداتهم وبغضهم. وأما التعامل معهم فيما ينفع المسلمين فلا بأس به. نعم.